الريفيه في بازار الشفشق، هتشوفوها حالا. شفشيقو شفشق شفشق شفشيقو. Say hi to everyone. عايزه اخدهم جوله كده، هناخد جوله سريعه. يلا تعال، احنا لسه بادين طبعا. Count on me pets اهو مشاركين. مشاركين عشان الكلاب هتيجي تنورنا دلوقتي، ومعانا النيو برودكتس بتاعتنا، الكولون والباد فريشنر والشامبوز والحاجات كلها. هنا بنعمل دكتور اسنان ودكتور تجميل، دايما بيبقوا معانا في البازارات، بيعملوا جوايز بالالاف. الجوايز بالالاف يا عيال. وهنا البياعين نفسهم بيحبوا يقدموا هدايا، فبيحطوا. عندنا مجموعه دي حاجات بلاستكس. هومزي ماي فيفرت تاولز ايفر. دول ايه بقى التاولز دول؟ بستخدمهم للبحر، في الحمام، على وشي، ازاله ميك اب. عارفه الميك اب الريتر اللي ب 700 جنيه؟ والله انا هاخد واحده منك وانا ماشي. من غير ميه ولا حاجه. كل حاجه كل حاجه. مالتي تاسكينج. بنحط فيها الفاكهه مش بتبوظ عشان متهويه من فيها. وعندنا سيلفر. ايوه اولاني سيلفر ستون. بصي الحلقه ده هم عاملينه النهارده، كمان عاملين سحوبات وهدايا على قطع فضه. والله انا هكسبهم كلهم النهارده. هكسبهم. عايزين نركز في اكل عيشنا، احنا مش عايزين. عندها كل حاجه، كبار اطفال، شي ان مش ان، زورا، برشكا، كل الحاجات دي باسعار بقى مختلفه. ودي الجنينه احنا عاملين طبعا النهارده اليوم ده هيبقى فيه كلاب، فانا ما جبتش كانديليزا ودبدب، وكان المفروض اجيبهم بس بصراحه استعجلت. وهنا ان براندي بيجاماز، كل حاجه، بري مارك، شي ان، كيكو، باليا، كل حاجه. بيت تمارا بيجيلنا من تركيا مخصوص، يعني ملوش فروع هنا. بيت تمارا، بصوا دول فظاع فظاع. الحلويات التركيه البتاعة دي انا بحبها. انا بحبهم كلهم. وكمان عندهم النهارده بيبيعوا بالقطعه. هنرجع هنكمل بيت تمارا برضو. عندهم احنا قلنا الحاجات، كنت لسه بتكلم على الحاجات دي، والحاجات دي بتبقى فظيعه فظيعه فظيعه. في خصومات النهارده تصل ل 50%، وحلويات حافظ مصطفى ممكن بتقطع. ورينا دول اللي عايز ياخد قهوته مع حاجه، في علبه مفتوحه بنبيع بالقطعه. اوكي، في قهوه وفي صح؟ قهوه وشاي وحاجات كده وشوكليتس. بتدوروا عليها الانترنت بالاف الفلوس. ويت ان وايل انا ريكومندد. تمام. وعندهم نوت ده براد انا بحبه. عندهم المسكرة اللي بحبها اكتر حاجه. اوكي. عندهم لبس براندز باسعار حلوه.